اليوم وجود لانكو في قلب الدفاع الخماسي لانه لاعب كبير. حراسة المرمى في خط الدفاع الرباط، واحمد علاء في مقدمة فريق نادي الغرافة. كل الامور تهيأت، العمل الكبير من قبل الإدارة قبل بداية المباراة والالتقاء مع الجماهير ايضا يأتي بثماره في هذه المواجهة. ومن البداية من نادي السد في النصف النهائي. نادي السد في مواجهة نادي الدحيل مع تألق كبير لحارس مع نادي قطر في الدولة، وانطلاقة من الجهة اليمنى الآن داخل منطقة الجزاء وصلت إلى ياسين إبراهيمي، لازالت مستمرة وقائمة. الله الله الله، لازالت حاضرة، محاولة داخل المنطقة خطيرة جدا، تسديدة تأتي، مرت كرة ساسي بجوار القائم وتحولت إلى، وهنا الكرة بأقدام سأياء الأخيرة بالتعادل أمام المرخية في الجولة الأخيرة من سن حتى أول والكبار ومع أندية النخبة وفي بطولة كأس سمو الأمير، الأمر الذي فتح المدن في أذهان كرة القدم القطرية، لأنه بعد ذلك الانتصار وبعد التتويج بلقبك إلى فيكتور لخال إلى محاولة ملعوبة الآن مرة أخرى لمصلحة فريق الغرافة في منتصف ملعب المباراة، البحث عن التقدم ولو الضغط موجود ولا زالت الكرة في المناطق الخطيرة بطريقة مميزة جدا. يا ترى المجموعة مع أفغانستان خارج الديار ومع الهند هنا الأول والوحيد حتى هذه اللحظة عن طريق أبعدت في التوقيت المصلحة اللاعب ياسين إبراهيمي. ياسين يلعبها في الجهة اليمنى إلى فريد بولايا، فريد يبحث عن مساندة يجد اللاعب اللي هو ياسين إبراهيمي أمامي. الله يا ياسين، الله يا ياسين، بعد التعثر من أمام أم صلال بالتعادل في ذلك اللقاء بالخسارة أمام نادي الشمال في الجولة الأخيرة من منافس أنهى الدوري في المركز السابع. المباراة الأخيرة تعادل مع المرخية، لو كان قد انتصر على المرأة في مرة من المرات بطولة الدوري في المركز الرابع. كرة بمحاولة عن طريق الجانحي بالكعب، بعد ذلك تصل إلى ياسين إبراهيمي، لا زالت لمصلحة نادي أم صلال ومدافعي أم صلال. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهنا التدخل القادري باعتبار وجود الخطأ وباعتبار تهديد لمصلحة نادي الغرافة الآن. مرة ياسين يلعب الكرة في منتصف في الملعب، تغيير الاتجاه الكرة والتي دفاعية، ينجح في الحصول إلى على الكرة اللاعب همام الأمين، تعود بعد ذلك في الجانب مع محاولة تعود، تبادل ما بين لاعبين الغرافة بالكرة أمامية إلى ياسين إبراهيم، ركلة هذا ياسين إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما حقق الألقاب الأربعة المتتالية بالنسبة له على مستوى منافسات هذه البطولة، وهو الفريق الوحيد في تاريخ هذه المسابقة اللي حقق هذا الإنجاز بأربعة تسعين، ثم غاب وعاد بعد ذلك لقب بطولة الكأس. واليوم في أرضية الميدان ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيم الآن يتقدم، تدخل صفقة خطأ على ياسين إبراهيم. لقب لنادي أم صلال. طيب تذكرون من كان قائد، مين كان قائد أم صلال؟ عن طريق اللاعب أحمد الجانحي، يلعبها في الجهة اليمنى إلى فريد بولايا، بولايا عرضية تصل إلى مواطنه ياسين إبراهيمي. ياسين يتقدم من الأول ويسدد، الله 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 الله، لكن العارضة، العارضة تقف أمام ياسين إبراهيم. مباراة الأول حلوة الكرة من بدايتها، من بداية
تدخل وابعاد. شوف كره اللاعب، شوف محاوله ياسين ابراهيمي قويه جدا، استسي كما ذكرت الامال عليه كبيره جدا، لمسه بشكل جميل جدا في ياسين ابراهيمي، تصل من جديد مره اخرى، لا زالت قائمه خطيره، ابعدت في التوقيت المناسب، ابعدت في التوقيت المناسب الاساسي لمصلحه نادي ام مصلحه. تعود من جديد تغطية وأبعدت في التوقيت المناسب من فريد بولاية، وصل يبحث الغرافة عن تسجيل هدف يطمئن من خلاله على نتيجة المواجهة، ويبحث ثم صلال متابعينا في كل مكان وبانتظار تقدير حكم المواجهة نايف القادر. كرة بمحاولة من جديد، تسديدة تأتي عن طريق الله، وصلت إلى ركلة ركنية. المتخصص ياسين ابراهيمي يلعب الكره داخل منطقه الجزاء. الله 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 الله، حاليا يقول لك هذا الالتحام ربما يكون التحاما عاديا عاديا في هذه اللقطه، وبالتالي تعال يا نايف وانت لوحدك قرر الحاله. اليانكو يحتفل، اليانكو يحتفل، اليانكو في ارصيا اقولها بان هذه الكره هدف. نعم بالنسبة لي شخصيا أرى بأنها هدف، هي كذلك. غرافة بثاني أهداف اللقاء على حصلال، يرتقي اليانكو ويضرب هدف جامد جدا مع الشوط الثاني في مباراة. لذلك يجب على الغرافة أن يعي ذلك تماما، ويبدأ شوط المباراة الثاني بطريقة في أولى، والمحاولة الأولى في الشوط الثاني عن طريق أحمد علاء مبجانحي وأحمد علاء وياسين إبراهيمي. هذه هي تشكيلة المدرب البرتغالي بيدرو مارتنز، بينما في الجانب المقابل المدرب الفرنسي بارتس كارتريون. إجراء تبديل، لكن هنا محاولة تأتي عن طريق اللاعب ياسين إبراهيمي داخل بلودة من خارج منطقة الجزاء، وبعد ذلك احتضنها خليفة أبو بكر. تعود من جديد الآن، عرضية داخل المنطقة خطيرة إلى أحمد علاء، أحمد إلى ياسين إبراهيمي، ياسين تغيير الاتجاه، اللعب الجانحي الآن أمامية بشكل مثالي. الله 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 الله، واستلام جميل جدا من أحمد على مصلحة فريقه. الغرافة عرضية داخل، كريستوف غالتييه تأهل إلى الدور القادم من هذا اللقاء. يبدو بأن البرد لنادي أم صلال في اللحظات القليلة الماضية بعد البداية الجيدة في شوط المباراة الثاني، تعود من جديد لمصلحة الغرافة. الله الله الله، خلصها ياسين، حسمها ياسين، أنهاها ياسين، القائد يقود فرقة الفهود إلى الدور نصف النهائي، إلى نصف النهائي، يسجل ياسين، ينهي الأمور في هذا اللقاء بثلاثية للغرافة. الكرة هذه الانطلاقة من ياسين إبراهيمي، شوف قطعت على، شوف قطعت على، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وبعد ذلك التمريرة في غاية تحت نادي الغرافة. الآن ثلاث قور برزان لتعلن بشكل. طيب من سيترك أرضية الميدان الآن؟ التغيير الأول يأتي خلاص خلاص 73 دقيقة. لا 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 لا